عشان تعرف تصدر لازم تعرف الـ HS كود بتاع المنتج اللي انت عايز تصدره. الـ HS كود هو عبارة عن أربع أجزاء. الفصل الأساسي اللي هو أي جمرك في العالم بيقسمه سواء بتستورد أو بتصدر أي منتج، بيبقى زي كاتيجوري 01 02 03. انت مثلا لو عايز توصل للبصل بتدخل في قطاع الفاكهة والخضار، بعدها بتدخل في نوع المنتج بتاعك بيبقى تحت بند معين، بعدها انت عايزه مجمد او فريش، عايزه بودرة، كل ده بيفرق. يعني انت عشان توصل لمنتج معين بطبقة معينة لازم تعرف الـ HS كود بتاع المنتج بتاعك. في مدونة اسمها يلا نصدر، اللي عاملها بجد مشكور، هو بيشرح فيها كل حاجة بتخص التصدير، زي مدونة. التعريف الكلمة HS كود هو بيبقى نظام العالم كله ماشي بيه. HS كود نظام تكويد عالمي. أنا عشان أستورد منتج أو أدخل منتج لازم أبقى عارفة الست أرقام بتوعه. الست الأرقام بيبقوا أول ست أرقام بيبقى international، أي رقمين زيادة بيبقى محلي، يعني كل دولة ليها الأرقام دي بتبقى مختلفة عن الدولة التانية. أنت عشان تقدر تشتغل بتشتغل على أول ست أرقام بس عشان تاخد معلومة أكيد. إزاي تلاقي الـ HS كود بتاعك؟ في طريقتين. الطريقة الأولى في موقع اسمه findhs.codes، ده بتكتب فيه مثلا Orange، هو بيعمل لك سيرش على المنتج بتاعك. وجاب لك الأساسي بتاع أول أربع أرقام للأورنج 0805. بكل أشكاله، ده لو فريش، ده لو بودرة تقريبا أو صناعي اللي هي نكهات البرتقال، وهكذا. انت عايز الأورنج فريش، انت عايز 6 أرقام. دي طريقة مش اوفيشيال قوي بس بتأسرع من طرق كتير. هو في قطاع الخضار مثلا، تمام، الفاكهة 08، دي الفصول الأساسية، ده موقع بتقدر شوية بتوصل للـ HS كود. في طريقة تانية اسمها تريد ماب، وده أساسي جدا في التصدير ويفرق معاك. انت مش عارف الـ HS كود بتاعك، في طريقة انك تدخل على جوجل وتكتب HS كود بلس يور برودكت، او تعمل ادفانسد سيرش وتكتب اسم المنتج بتاعك مثلا اورنج، ميزة التريد ماب ان الداتا اللي عليه كلها فعلية، لان التريد ماب هو تبع المنظمة العالمية للتجارة، بكل الدول العالم ملزومة سنويا تدخل داتا الاستيراد بتاعتها او التصدير، صدرت قد ايه وبكام والمين. التريد ماب كل جمرك العالم مرتبط بيه، لازم اخر يوم في السنة لكل دولة تدخل الداتا بتاعتها.
ده اللي عمل شوية كنترول على التجارة في دول شوية اللي هي النامية اللي ما تقدرش تعمل الحاجات دي، بياخدوا الداتا بتاعتها عن طريق حاجة اسمها ميرور، يعني الدولة اللي صدرت لها أكيد دخلت الداتا، فبيقدروا عن طريقها يعرفوا إن الدولة دي استوردت بالكمية اللي تصدر لها، فشوية بتساعد. مش كل الأرقام هي بتبقى زي value، مش أرقام فعلية، بس بتفيدك في إن هي بتبقى مؤشر ليك. أنا دلوقتي عرفت الـ HS code بتاعي اللي أقدر أخد، أنا عايزه fresh أو dry orange. أنا بشوف المنتج اللي أنا عايزه بيديني 6 أرقام. دي طريقة تانية، ده برتقان عصير مجمد رزن، ده عصير البرتقان لو أنا عايزة عصير البرتقان. خلينا نشتغل على إنه فريش. لو 080510 هعمل لوجين بس. دي كانت تاني طريقة نعرف بيها الـ HS code. في الطريقة التالتة اللي هي عادية جدا اللي هي h.s.code+fresh-orange. جاب لي نفس الـ HS code 080510. اتمنى يكون ده كبداية لينا، اللي عنده منتج معين يجيب الـ HS code بتاعه عشان الفترة الجاية هنشتغل عليه.